سيادنا قولوا لي ويشف ويشف وقال ساعه الفطور اليوم غادي تكون واحد العراده 100% مغربيه جريبي انا وصفاتي برعايه عينك ميزانك ما خديتيش العبر من الاول هزك المضربك الضو ما كانش سمن في البوطه في البوطه صافي السلام عليكم مرحبا بكم عندنا ومرحبا بينا عندكم معكم بايو توينز اسيا وسومية ومرحبا بكم في يوميات مع التوميات رمضانية الشيقة لا قد شيقة ولا تشاقة مضمون باين فهمتوا كتجيني هاي رمضان ما كيبقى فيها لا لحم لا عظم لا جهد لا طاقه لا برب الله قال والو هي اصلا كتبقاش هذا اللي عطى الله والسوق المهم فين غبرتو فين غبرت بغيت نبرد اول حاجه دابا بغيت نقول لكم شكرا بزاف شكرا هذه المره ما حشمتونيش هذه المره فعليا الميساجات في الانستغرام كاين غير تشوت 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 فينكم فين غبرتو فلوقات وحشناكم طقس دابا نطق ولكن ام سو سوري ما كنقدرش نجاوب علاش لان كندير داك هاك الرقص دابا نطق خصني نشوف ميساج الاخر داكشي وكنمشي يا اما كنكون هكا الحفاظ يا اما كنكون فهمت وكندير شي حاجه في هكا وصراحة هاد السيمانة هادي دازت الحمد لله والشكر لله ولكن صعيبة كانوا فيها بزاف الاحداث كانوا فيها بزاف الحاجات من الحمد لله يعني ما كانش شي حاجه زعما دينجرس ولا شي حاجه زعما خايبه ولا داكشي كلشي الحمد لله كان هو هذاك فهمتوا كانوا شي حاجات عائليه كانوا شي حاجات خاصه كانوا شي حاجات دراسيه كانوا بزاف ياس كانوا بزاف العوامل اللي صراحه ما خلاوش لينا الوقت فين حتى نحسن نعسو وحق الله العظيم مكناش حتى كنعسو والله العظيم المهم بغيت نقول لكم بغيت نقول لكم وير باك وبصراحه ما قدرناش نديرو 30 دايز للاسف لان كيف شفتوا كيف قلنا لكم داك الشيء كيف قلنا لكم داك النهار كلشي منا وحنا غير بوحدنا وداك الشيء ما قدرناش ولكن هذا الشيء ما كاينينش اننا ما غاديش نكملوا حتى رمضان غادي نكملوا فلهذا بغينا نقول لكم بلي ان اليوم الحلقه ديال اليوم شيقه بزاف ومشنشطه ونشيطه وبغيت غير نقول لكم باش نحرق لكم بزاف ديال الاحداث في هذه الحلقه ان شاء الله باذن الله تساله باش بلا ما نطول عليكم راه كنقول لكم سميه كتبقى وما كتجيكمش المسجله ما كتجيش ديريكت وتقول لكم علاش هذا الفيديو لا انا هي الاثاره والتشويق وانا انت كتجي غودا غود تشويق يلا عطيهم لا شوفوا انا باش نقول لكم الموضوع ما فيه والفيديو ما فيه اليوم ان شاء الله بحول الله تعالى اليوم واخيرا غادي نديرو العراده اللي كنديروها كل عام ار انوال افطار الوقت الوحيد هو اليوم هو اللي قدرنا نديرو فيه العراده ولكن انا متحمسه بزاف لان هذه اكثر حاجه كتعجبني نديرها في رمضان هي ملي كنعرضو على الناس وكنستضيفوهم في دارنا وحتى كنطيبو لهم بايدينا وداكشي هذه احسن حاجه عندنا فاليوم ان شاء الله غادي يجيو عندنا الناس عارضين عليهم اليوم غادي تكون واحد العراده 100% مغربيه من ناسها من حبابها من صحابها من طيابها من طبلتها من تقديمها من كل شيء ليها باش بلا ما نطول عليكم نقول لكم شنو غادي نطيبوا ندخلوا الكوزينه وغنطيبوا داك الشيء حنا كنا مع بعضياتنا ها هي غتدخل الاولى غتبدا بالتحضيرات داك الشيء انا غادي خصني نجمع الدنيا شي شويه على ما غادي نكملوا الحمد لله ماشي غير انا وسمية اللي غنديروا هذا الشيء كاين اختي حنان كاين خويا يونس اللي غادي يعاونونا بزاف ما كاينش وقت بزاف وكاين بزاف ما يتطيب داك الشيء علاش خصنا ندخلوا ونبداو تجري عليا نجري عليك ان شاء الله ولكن اجواء غتكون زوينه داك الشيء غيكون زوين ان شاء الله باذن الله تعالى المهم اش غادي نطيبوا انا بعدا غادي نطيب بسطيله ديال الحوت وغادي نصيب الحريره ان شاء الله باذن الله تعالى وغادي ندير واحد الدجاج في القطبان حتى همايا وغادي ندير واحد الدسير زوين عشنا هو بلا ما تحرق ليهم الاحداث ملي يمشوا دابا غادي نوريهم ليست كامله حيت اصلا دابا تبقى عليا غتمشي ديك لايست وغتقراي كلشي وغتقول لهم كلشي واحد القضيه بغيت نقولها لكم بلي فين ما كنكونوا عارضين على الناس اهم حاجه كتكون عندنا هي كنصايبوا واحد ليست ديال داكشي اللي غادي نطيبوا كنديروا المنيو هو بصراحه حنا كنوجدوا اتليست واحد 3 ايام قبل ما تكون العراضه كيكون خصو يكون فاينلايزد باش قبل منها كنمشيو نتقداو ان شاء الله داكشي اللي كيكون خاصنا وكنجيبوا كلشي داكشي كامل شو معنا فهمتش ماشي
شوفوا دينا كل مارشي معنا البارح ولكن ما قلناهاش لكم داكشي علاش اون فوا غادي نسالي هادشي غنديكم للمارشي عاد غنرجعكم للكوزينه. خصكم ضروري تحركوا شي شويه وداكشي باش تجريو الدم في الباجي ديالكم. ما نطولش عليكم صافي طولتي بزاف. ما نطولش انا غنمشي ندخل الكوزينه دابا نتوما غتمشيو تقداو هو الاول انا غادي الدنيا ياس وعاد غادي نرجعوا كلنا للكوزينه. ليتس جو على بركه الله نبدا. مهم اول حاجه غنبدا بها هو الدسير وهذا الدسير اللي اخترت نديرو دابا فيري ايزي ساهل شغل معاكيز ولكن بنين ناضي كنادي غيعجبكم بزاف بزاف بزاف. حليب ونشا ساهله حليب ونشا وشويه السكر ولا بغيتو تحلقوا عليها داكشي من عندكم. سؤال هذا هو الدسير اللي فكرت ندير دابا وغادي الدسير اللي كنا صيبناه اخر مره دينا عند عليا هذاك هو كان عجبني بزاف ولكن هذه المره غندير واحد الطريقه شي شويه مختلفه وحسن. المهم كنقولها دابا ولكن ملي غادي نجيو وقيته باش نصيبو تلقاني كنخربق وكنزربق وباغا غنسالي وغنديرو بنفس الطريقه ديال داك النهار. بالنسبه للمقادير ديال هذه الوصفه فهو غادي يكون اطرو ديال الحليب وغادي يكونوا 4 معلقات ديال النشا و 4 معلقات ديال السنيده وصافي. اول حاجه بعدا كتعلق كتحطوا الحليب بارد وكديروا النشا والسنيده هما الاولين باش داكشي كيذوب دغيا 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 عاد كندخلوهم عاد كنحطوهم فوق الوطا وكنبقاو نحركوا شويه بشويه شويه بشويه حتى كيعقد عليا داك الخليط صافي. وغنوريكم التفاصيل. دابا هاد الكوطا تشيز وغنزيد عليها ما الزهر باش نعطيوها النكهة المغربية بيان سور. الله ما شاء الله ولكن صراحة هي باش كباتها في المول كانت عاقدة. حنا غنخليوها بحال هكا تبرد شي شوية من بعد ملي غادي تبرد غادي ندخلوها الثلاجة باش تجمد. يقال كتحتاج 3 سوايع وغنشوفو واش غتحتاج 3 سوايع. المهم تهادشي نادي جاري جاري بيه العمل. المهم حاجة وحدة بعدا فاينالي سالات باقي لينا 17000 تو جو. اوكي سو هذا كيكون هو المنيو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله. السميه كانت كتفتح لكم قبيله بغيت نقول لكم بلي هو غيكون عندنا هنايا سي فود بسطيله اللي هي بسطيله حوت حريره وعندنا واحد تاكو صغير ديال تشيكن الا كنتو باقيين تعقلوا في بلو ديالنا كنا درناهم بالشريمب غنديرو دابا تشيكن غنديرو احسن هذه المره. ميني بطبوط اللي هما البطبوط معمر غنديرو بالطون عندنا بريوات ديال التشيز والسلامي عندنا هنايا واحد السالاد غنصيبوها حتى هي بالسي فود عندنا هنايا فاجيز اللي غادي نديرو فيهم الباربا غنديروها تسلق ولا في الفران على حساب دابا نشوفو غتكون حتى هي سالاد وغنديرو كارتس حتى هو كيعجبنا خيزو شلطة ديال الخيزو كتجي زوينة وكتعجبنا بزاف غنديرو الزعلوك غنديرو تشيكن سكيورز اللي هما هي هدوك القطبان إن شاء الله بحول وتعالى القطبان ديال الدجاج حتى هما كنا درناهم مؤخرا هداك الشيء غادي ناكلو توا مع شرمولة وغادي نصيب غواكامولي صوص اللي غادي ناكلوها مع هذوك التاكوز وغادي نديرو غارليك صوص اللي غتكون مع هذا الشيء تقريبا كامل. عاد غيكون عندنا ديزرت اللي هما غيكون تيراميسو اللي صيبات هذا جات اختي حنا اليوم في الصباح وهذا الميلك ديزرت ومن بعد نديرو هذيك البقلاوه ديزرت الا بقى لنا الوقت بصراحه الا ما بقاش الوقت صافي خصنا ندوز شي حاجه اخرى. صافي هذا هو المنيو ديالنا ان شاء الله نحاولوا نخدموا عليه ونساليو دغيا دغيا ان شاء الله باذن الله تعالى. يلا للعمل. المهم انا دابا جبت الدجاج غادي خصني نلقمو دابا باش نخليوه يشرب هذيك القمه ديالته على ما نديرو هذوك القطبان. يا هذا غنديرو ليه بعدا دجاج قطبان وغنديرو في العويدات وغنقدمو بواحد الطريقه اللي هي تاهي غتكون زوينه ان شاء الله. المهم بعدا القمه ديالته ما غاديش تكون فيها شي خيبره ولا شي حاجه
عاديه. المهم اهم حاجه كيبغي الدجاج هو سكينجبير وهذا سكينجبير وثومه. سو حنا غادي ندير سكينجبير وثومه وليقمه واحده اخرى ويمكن غادي ندير معاه هذا دارو مسوس، لان الا كانوا غادي فحال تقول لي يكونوا في هذوك السكيورز دارو مسوس يعطيهم واحد كيخليه يتمارينيتا مزيان زعما، يعني كيشرب القمه بارر وداكشي كامل. ياكم خليوني نقاد الدجاج دابا باش تهون نشيكي اوف ذا ليست. انا ما غنسالي هذا الدجاج، هذا غادي ندخل في الحريره باش نبدا الحريره حتى هي ونحيدها هي. كنت غنقول لكم كان خصني نبدا بالحريره هي الاولى، ولكن لا ديسير خصو يجمد هو الاول، كان خصو يدار الدجاج خصو يتلقى هو ثاني خصو يدار. اذا الحريره هي الثالثه باش غادي نبدا في البسطيله ديال الحوت. البسطيله ديال الحوت الاولى ولا البريوات؟ البسطيله الحوت الاولى ولا البريوات؟ شنو بان لكم؟ غندير البسطيله الحوت الاولى لان بريوات بريوات ساهلين، غنخلط غير تشيز طرق ونرولي. شنو بقى لي سالاد؟ سالاد هي سهله بزاف، خصنا غير نحط داكشي مع بعضياتو وسالينا، وخصني نسلق الخضره. ويلي 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 خليوني خليوني، راه الوقت مين الوقت؟ عرفتي شنو هو الوقت؟ هكا هذيك المكانه كدور ها كديروا لي هذيك سميتها، عرفتي هذيك القضيه ديال فاست فورورد ديال الميساجات ديال هادو ديال الاوديوات ديال الواتساب. كتبداو في الميساج كتكون فيه هذيك واحد كتبدا الو، عاد كتكتشف تقدري تزربي زعما وطرق دغيا دوز داك الميساج. بحال هكا نهاري، بحال هكا كيدوز نهاري. يلا عاد كنفيق، يلا عاد كندير هادي وكنبغي نبدا زعما كيقول لي هذاك بحال شي واحد كيورك لي على شي بوطونه ديال الوقت، وكتمشي هذاك النهار كيجي بحال هكا. انا نهاري بحال الاوديوات ديال الواتساب دابا ولا ايه. والله يجعل لنا بركه في هذا الوقت، هذا هو اللي ولينا طالبين هذا الوقت بصراحه، وبركه في اقاريد ديري دوك كيطرو اكثر من الوقت. بغيت نخليكم قطعتو وحان وقت التشنديل. شنديل شرميل اعتبروها كيف ما بغيتوهم. هذا هو الدجاج ديالنا، تنعملوا له دانون. اوكي دانون صراحه دانون مسوس 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 داك مكتوب لنا دانون ديال الفانيلا في الدجاج. ويلي تقولوا سميه قالت لا لا اختي دانون مسوس. ويلي ويلي الدانون فين؟ شوفوا انا كنقول لكم انا كنبغيكم تدخلوا معايا الكوزينه more for the good vibes the energy. I am good vibes only. حنا كنتو عارفين ندير معكم لقامه تسناو باش نوريكم شنو كاين في هادشي. سناوني هو مالو هو مالو كملوا من عندكم هو مالو باش يجي. المهم بسم الله هانتوما كيف ما كتشوفوا الدجاج عندنا درنا ليه دانون، غنديرو ليه تويمة. صراحة غنوريكم فحال كنفير، ميمكنش تشوفوني أنا وما تشوفوش الدجاج، ميمكنش تشوفو الدجاج وما تشوفونيش أنا، فهمتو كيفاش؟ خصنا بجوجنا نبانو في سطح العمل، داكشي علاش أنا والدجاج غادي نتهزو فحال هكا، وغادي نقولو ليكم بلي أننا حنا بجوجنا كنشطو بطبيعتنا. كنديرو التومة بشكل جيد، ومن بعد كنديرو سكينجبير اللي حكيتو إيديا. خصني نزل صراحة بشكل جيد جيد جيد. نرشو الهش ديك الساعات نهزو بزاف. اول حاجه فيرست ثينجز فيرست كنديرو بزيه بزار 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 زوين مفيد للصحه، ولكن كثرتو لا. نديرو خرقو معرق شويه ماشي بزاف، لا بحقيقه ها شويه ماشي بزاف هذيا بزار بلادي جاتني العصا، ولكن باش مشات لي نري ادم عندي وتكون فيها الصوت مشي تحملوني كي لاصا. وغنديرو هذا شنو سميتو هذا باش خشيت ساعات صبح قزبر مطحون قزبر ناشف ديري ما تقولي انت شي زعما كتوريني طيبهم. I'm sorry everyone. المهم قزبر ناشف بزار غنديرو مليحه، ولكن صراحه ما نكثرش ملحه بزاف. علاش؟ لان من ورا الملحه كيخصنا نديرو واحد اللعيبه مهمه، الا وهي كنار. كنار كلشي على البنه مزيان، كلشي على البنه. وما نساوش بابريكا، الا عندكم سموك بابريكا غتجي واعره. ما عندكمش سموك بابريكا
قضيو غير بالعاديه راح هي بيرفكت. وهذا شنو هو هذا كاي بيبر حتى هو نديروه على شله كلشي زين ويا سلام. وما تنديرش فيها الزيت علاش باش داك القامه تشرب فهمتي باش الدجاج يشرب القامه ولا القامه تشرب الدجاج. المهم خصهم جوج يشربوا ان دي اند اوف ذا داي. كنبداو كنخلطو ولا حتى دابا كيكون الدجاج تلقم وموجود اننا ندخلو للثلاجه باش يشرب هذيك القامه اللي قامت تشرب داك الدجاج. ما تسولونيش شحال من معقه ديال البزار وشحال من شحال الكميه ديال هادي وشحال من دانون وداكشي. انا وصفاتي برعايه عينك ميزانك. ما خديتيش العبار من الاول هزك المضربك الضو. يلا تشاو. جات وقت الحريره صراحه ما نكذبش عليكم الحريره عندي انا سريعه تجهيز بمساعده ترموميكس. لا ماشي ترموميكس غير ميكسر. حقيقه ترموميكس in your dreams شنو تحبك تفقدش عليه راه شي كتب ترموميكس برورا. المهم مريحتك تلفوني كتلفوني خليني صايب حريرتي راه حريرتي حريره راه حريرتي حريره. بعدا التقاليد ديال اليوم ما نعاودش لكم داكشي جميل ويا سلام ان ماي اليمنتس. علاش كنقول لكم الحريره سهله؟ لان كتشدو كلشي اللي عندكم ما عدا كرافس وربيع. يعني اللي عندكم هو كيكون صراحه غير البصله والمطيشه كتشدوهم كطحنوهم هنايا صافي وكتجيبو الحمص على العدس على الشعريه على الخيزو على القمه اللي كنحمو كنديرو فيها خيزو. المهم كتخلطو داكشي صافي. دابا من بعد ما طحنت المطيشه وطحنت البصله ديالتي درت الحمص ودرت هذا وحكا قطعت سميتو هذا شنو سميتو كرافس المهم كرافس. دابا غادي ندير غير القامه وندير عليها شويه زويته ونخليها بعدا غير هذا تدخل القامه شي شويه في ديك الحريره صافي. من بعد غادي نروي عليها واحد القضيه حنا ما كنديروش هذا انا بعدا خصوصا ما تنديرش خاصه ما تنديرش هذا العدس في الاول حيت العدس بعض المرات كيتحل وكيفهمتوا الجلده كتمشي لجهه وداك العدسه كتمشي لجهه فهمتي اللي شي كيقلب على شي. دابا غندير عليها غير القامه صافي ونروي عليها اللي هي زعما نكب عليها المسخون وسد عليها ونخليها كطيب باش من بعد نزيد عليها الشعريه والفورس وكنقول حنا ندورها نزيد عليها شي شعريه وفورس و... سمن وما ادراك ما السمن. الحريره هي السمن حيدو ليا ما كانش سمن في البوطه صافي لا كنحكم على الماء الا ما كانش السمن كملي. اوكي دابا على ما درت الحريره انها تغلى شي شويه باش نكب عليها الماء وطروه غنكون سهيت منها حتى هي وغادي نبداو دابا في الغابه. حيدو خلاص عروسه بلاتي بلاتي والله حتى رجعت تعاود تدخل رجعت مداخله مداخله كيفاش ندخل دخلتي الكوزينه ما كانش ديروا لك دخله عاديه. يلا دخلي 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 قداع. لا شنو سيسي لديكم ولا خوف عليكم سيسي لديكم ولا خوف عليكم سمحوا لي سيسي راه خلينا في مصر. لا اختي سيسي قصدك تقولي سوسو سوسو لديكم لا خوف عليكم نسيت ما قلتش لكم الشعار ديال اليوم. سدي لي باش نبدا. لا دابا هانتوما شوفوا وجه تماره جايبه التزاره ديال البني ولا التزاره ديال الصباغه وباغا تطيب فيها صافي مبين العربون باين العربون ديال لا انت كتخشيها من هنا من الرقاقي شي خويتي. اي نو ما تفكرينيش ما كاينش فين نحزم ليك هادشي كلشي هادي. صافي. المهم بغيت غنقول لكم انا صافي دابا دخلت الكوزينه معناته صافي كلشي غيتقضى. انا عارفه سميه تبارك الله ستنبيع عليها قاده ولكن بلا بيا ما كتسوى والو. كنت
المهم قلت لي صحاب لكم واش انا كنت غابره، راكم عارفيني فين كنت بلا ما نجي نقول لكم. حيت شفتوا مي صورات لكم انا ما صورتش لكم على برا، حيت انا كنكون خدامه صافي كنكون داخله فواحد المود، وكنكون نتوما ديجا كتعرفوا دارنا وكتعرفوا البيفور كتعرفوا الافتر كيفاش كتولي. نتوما محتاجين تشوفوا دابا، حنا خليناكم اليوم مع المسكي ومع الطيب وداك الشيء، لذلك ما بغيتش نضيع لكم الوقت. ولكن من غادي ندير السيراب والطيبه غادي نديكم معايا وتشوفوا كيفاش غادي نبدا داك الشيء ان شاء الله. المهم دابا خلينا بغيتي ندير معاك واش غادي ديري معايا؟ لا لا مولاتي انتي وهاد الخير. دابا انا درت داك الديسير ولقمت الدجاج والحريره هي كطبقه اللي غنرويها باش حتى نكون مسالين منها. دابا انتي مولات الخير مابقاش كنبغي نشوف الساعه، مابقاش كنبغي نشوف الساعه. المهم طالا صباح الخير، صباح الخير فرنس. المهم بطلات الحوت هي اللي دابا باغي نديروها، غندير جوج بطلات ديال الحوت. دابا غندير جوج ما غنديرش حتى وحده، غندير جوج بطلات ديال الحوت وغادي ندير. ولكن شوف انا all that I do it with love، فهمتوا يعني انا بكل حب وسرور وطاقه ايجابيه كنبغي نصايب هذا الشيء كله. بديت شويه في الزعلوك وداك الشيء، بديت شويه في هذا التكتوكه وداك التخربيقات. المهم انت دابا بديت داك الشيء ديالك اوكي باش نشرعوا في المشروع. بسم الله على بركه الله ابدا، بسم الله على بركه الله وكمل. حقيقة الشهيرة، شوفوا مقامها نديرو ليها دور الحريرة. ندور انا الحريرة دابا ان شاء الله غادي نشرعو التحضير ديال البسطيله. ان شاء الله غادي نطيب الشريمب، غادي نطيب هذا الكالاماري تلافيتا، غنطيب هذا دابا كلشي. ما كاين غير الزبده شحر شحر اللي قام واحد اون ذا سايد، الزبده شحر شحر اللي قام واحد اون ذا سايد. غادي نطيب بنفس الطريقه الشريمب كالاماري تلابيا ماشروم حتى هو غنطيبو بنفس الطريقه. عاد غادي ندير البصله والبصله شنو البصله والفلفله كيطيبو، وغادي هذا ندير الشعليه. المهم نتوما غنشوف كلشي. كيفاش على هذه راه كنقطع حتى الفلفل مشويه، قطع الفلفل مشويه كدير الكرادات. المهم بغيت غير نقول لكم اتاسف على المنظر، ولكن جيت نقطع الفلفل مسكينه لقيتها كانت حامله من الداخل شويه. المهم بعدا دابا درت لها سي ساكشن، درت لها عمليه قيصريه مسكينه الله يرحمه مسكين جنين. كيف بحال شي جنين ديال بصح حتى هو تيق راسو، او ماي جاد سبحان الله العظيم. المهم هذه فليفله ما كانت حامله بها. المهم
صافي اوكي دابا انا غنستعمل نفس المقله اللي كانت سميه دايره فيها قبيله هذاك الشرامب وكندير في هذاك السيفود كيطيب حيت باقي فيها بصراحه هذيك البنه ديال السيفود بغيت نخليها وبغيت نزيد عليها ونطيب فيها هذيك التكتوكه ديالتنا. اول حاجه غادي نحتاجو هنايا غادي ندير فيه الثومه كتشوف معايا كنتمنى تكونوا كتسمعوني مزيان المهم هذا الشيء ديال الشرمولات داكشي كيبغي بزاف ديال الثوم. من بعد غنزيد عليها زيت العود دابا غندي نزيد عليها مطيشه ديالتي اللي حطيتها قبيله اوكي دابا شي شويه غادي نزيد عليها هذيك الفلفله ديالتنا عاد غنزيد لها القمه اللي غتكون ملحه بزاف وشويه ديال الكمون وشويه ديال التحميره مع قريصه ديال الليمون وعاد غنزيد عليها شويه ديال تحك مطيشه باش غادي تعطيها واحد سميتو تيكنس شويه وداكشي كيف ما كتعرفوا صافي هادشي اللي كاين. صافي بحال هكا كتكون تقريبا وجدات التكتوكه ديالتنا غنتسناها غير شويه عاوتاني نخليها فوق البوطه على ما تشرب هاد شويه ديال هاد الشويه ديال لاصوص اللي باقي لها هنايا صافي وغادي نطفي عليها وغادي نبدا في الزعلوك ديالي حتى هو اللي هو تقريبا حتى هو اوموست باري. وانتي فين وصلتي الحاجه؟ انا تبقى في بدا كيدخل معاها الصهد ديال الكوزينه لا انا تبقى وجهك ولا وجهها كلها احمر اوكي سو انا دابا كندير هذا التدواره ديال الحيره كنخلط هذا حط مطيشه مع شوف النص ديال النص ديال الفيديو اللي بقى منا دابا غنقول لكم ها هذا وهادي كنخلط نص ديال فورس نص فورس ونص حط مطيشه وكنديرهم خفاف دابا غنزيد عليه شويه تما باش ما تنتبهش ديك الحريره تكون معصبه وثقيله بزاف بغينا تكون خفيفه شي شويه ان شاء الله. يلا كملي ولا بسطيله فين وصلات؟ تبقى لي نمشي نشوفها تبارك الله على سمي بصراحه من ناحيه البسطيله تبارك الله على كسرها. المهم ها هو داكشي ديالها وداكشي بالفيرميسيل موجود المهم دابا هي صيبات هنايا داك السيفود بقات لها تصيب غير الفيرميسيل وتجمعها صافي هي از وير سبيكينغ باكا كدير فيها سمولة داك الشيء ديال صافي صافي بحال هكا كتكون التوكة ديالتنا موجودة دابا غادي نشرع في الزعلوك ديالنا كيف ما بديتو في نفس البلا باش نخليو البنة متواصلة درت الثومة ديالي وبصراحة غيكون تقريبا نفس المقادير لا ماشي المقادير نفس لي قرا بغيت نقول ونفس داكشي اللي درتو في الشرمولة. دابا غادي ندير الثومة درت الثومة ملحة ام سوري درت الثومة زيت العود غادي نخليها شي تشحر شوية غنزيد عليه شوية ديال الطماطيشة مع واحد الطماطيشة كفرة حتى هيايا وكيف قلت لكم ملحة بزار كمون وشوية ديال التحميرة وبيان سيغ من البنات اللي مدرتهاش لكم في المرة اللي فاتت وعاد غادي نزيد عليهم في الاخر الزبر مع البنوج باش يعطيهم بنة اكثر واكثر هادشي اللي كاين هنايا. صافي بحال هكا زعيلي ديالنا حتى هي كتكون موجوده كما كتشوفوا شنو صافي ماراثون وي جات ذس وي شاف ايتي باه فاش الوقت غدينا ثلاثة سوايع اوين ثلاثة سوايع فين جات ثلاثة سوايع اوين ماشي 2 اورز اكزاكتلي وصلنا ستة بس وين وين صبايا مشاو ديال الاستاذ ثلاثة سوايع هي هي ما كتحشمش ودابا غادي ندورو لسيادنا باستيلا غادي ندير جوج مويين و وصافي ما كنتسنى عاوتاني نقول لكم وشنو وشنو عاودي عندك تغسل انايا صفرا يس شنو بحال الثاني بسم الله نورتي كتجي مقطعه هاد الورق معرفتش علاش اوكي قبل ما تجي تبدا حيد هنايا بغيت غير نوريكم دابا هذا هي الخيزو ديالنا هذا هو سوري الخيزو ديالنا درت فيه الثومه درت فيه الزبر معدنوس كنت غنقطعو ثلاثه المهم هادو بحال هكا كنوجدهم باش بصراحه ما بقاش نخلي حتى الاخر قطعه عندنا ندير ليها الثومه ورقه بدي ادمي الثومه وداكشي ديال هو موجود دابا منين غيقرب الحال ان شاء الله عاد غادي نديرو ليه القمه ديالو دغيا دغيا ونحطو صافي ان شاء الله تبقى ليا باردة دابا غنسولي الباردة وشوفي
المهم صافي دوزت دوك البسي بلاص دابا الحمد لله موجودين في السوق في الفران. وانا بما انني كنخدم هذه الورقه وشات لي هذه الورقه وهذه الورقه غير كتمشي الا ما استخدمتهاش دابا غتمشي ليا. قلت غادي ندير هذاك السويت اللي كنا صايبنا فاش دينا عند عليا بلادي كوي كوي كوي. هاد المره غادي نحاول ندير فيه غنحاول نديرو بطريقه شويه مختلفه و ياس المهم قلت ندوز معايا هذا دابا ما حد عندي هاد شويه الوقت طاقه. اوكي دابا وصلنا للمراحل اللي ما قبل الاخيره تقريبا تقريبا ما كملناش بصراحه، ولكن دابا انا غادي نبان لكم واحد الوصفه في الاخر جديده سمي الله هذا الكستاله. انا يلا عاد سالي جنان هادي شو الشركه اللي كيديروا لي اسيا الشركه كتجي صافي الزربه. انا دابا ساليت هذاك الشرمول هذاك الشيء، انا دابا كنصيب هذوك الميني تاكوس ديال الدجاج وداك الشيء. دابا غادي نصيب هذيك البراواز ديال وين الزبده وين الزبده وين سمي الله خليك الزبده موي درت مش سوال اني واي. غنكملوا هنايا عندنا بريوات ديال التشيز مع سلامي، هنا درت سكريم تشيز زدت عليهم هذاك السلامي اللي كنقطعو، غادي نزيد عليهم غنزيد عليهم هاد جولد تشيز ديال الماعز ياكو غادي غمس لان فيه شويه قوي. من بعد غادي نزيد عليهم شارل تشيز وغنزيد عليهم موزاريلا تشيز هاديك عندي كلش بصراحه. غادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه، غنزيد عليهم شويه ديال البزار او باش نخليهم شويه ساخنين. غادي نزيد عليهم الزعفر كيجيب لهم واحد النسمه زوينه بزاف ديال الزعفر كيجي كامل الكرشوف وداك الشيء. بحال هكا كيكون عندي هاد الشيء غادي نخلطو دابا وغنرجع لكم. المهم شفتوا كيفاش جات دابا هادي من هنا فحال هكا، بصراحه عجبني هاد عجبني هاد الافكت ديالها هنا، جات موجه بحال فيها امواج وداك الشيء، جاو فيها بزاف ديال لايرز واخا زعما هي راه غير كل ورقه كنت كنديرها. المهم اكسكيوز ذيس، هما كل ورقه كنت كنديرها فهمتي كنت كنضغط عليها شي شويه من الجنبات وكنخليها من الفوق من الوسط. اخر مره كنت صيبتها كنت درت فيها سولتد بارر، هاد المره غندير فيها ان سولتد بارر باش ما تعجنش ليا من تحت. هاد الزبده بحال هكا كنقطعوا ليها شويه بالزبده، مهم بزاف انكم ديروا الزبده انصوت الباري فهمتوا، ما ديروش اللي كيكون فيها الملحه لان هذيك اللي كيكون فيها الملحه انتوا واخا كدوا بها كتطلق واحد الماء وصافي كيولي الماء كيعجن هذاك الشيء من الداخل. هذا هو اللي اخر مره فاش واخا دينا عند عليا ضغطتها ملي ضغطتها لقيت شي شويه من الداخل كيكون واع، لكن بغيت نتوارى واخا وي ليرن از وي جو. الاهم حاجه في الحياه هو انكم تعرفوا الاخطاء وتصلحوها المره الجايه فهمتوا كيفاش، وما تستسلموش واخا ما صدقاتش المره الاولى واخا ما صدقاتش. انا كنعطيكم تجربه في الحياه زعما زعما واخا زعما المره الاولى ما كتطرفاش لي فول عاود نجربوها المره الثانيه والثالثه والرابعه حتى تقدوها. واو واو صافي كندخلو البريوات لا ماشي بريوات سوري بصيلات الفران غيطيبو لواحد درجه الحراره اكس و تايمين اكس وقتاش ما غيتحمروا غنقولها لكم ليكم. انا الا سقلتو الوقت معايا شنو غيطرى ما يطرى والو. شوفوا بغيت نقول لكم تحملوا لي بقات ساعه سيادنا قولوا لي ويشا ويشا بقات ساعه بحال هكا كيكونوا دابا البروات ديال التشيز ديالي موجودين. حنا هنا كتصايب كالكامولي سميه غادي تكمل هذه دغيا دغيا وغادي نبداو كاملين نديرو هاد الكورن تشيز معاها سويتو ام سوري كورن تشيكن مابقاش تاكل صافي حيت سميه مابقاش شربة الزربة خصكم تكون بلان اي بلان بي بلان سي اكزاكتلي البروات راه من تحت ام سوري بلان سي لازم تسلق شي كورن شنو غادي تشوف خلط 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 وخلط لا غنزبط
ياكو صافي البسطيله راه هي تماك. بصراحه كيعجبني نجي هنايا ونحيد هادشي من لاليس نشطب نشطب باش كنحس بواحد ساتيسفاكشن. اوكي دابا عندنا هنايا سيفود بسطيله وجدات تقريبا حريره وجدات، هادو باقيين خدامين فيهم، الطبوط باقي ما وجدش. بريوات ديال تشيزا او سوري موجودين، هادو خصهم غير يتقلاو سو غنقول موجودين. سالاد سميه واخا نخدم عليهم. بابا اوموست تام الفيزو ديجا ريدي ويلي تسمعي هذا نصب هادي. اوكي الزعلوك موجود، تشيكن سكيورز تما موجودين باقي خصهم غير يدخلوا الاير فراير. الشرموله ديالتنا موجوده، غواكامولي حنا دابا خدامه عليها، غارليك صوص دابا دير لنا سميه دغيا دغيا، بقلاوه هي اوموست ريدي. انا ديجا صيبت لينا تشيكن سكيورز اول حاجه بدات بها مع 5 الصباح. الحمد لله شكرا لله صافي اوموست. انا دابا غادي نمشي ندير السيراب في التايبه. شوفك فين وصلتي انتيا؟ اختي ديري وجه الفقر كملي وجه تمارة وجه تمارة الله يلا. اوكي اوه اش غادي ديري دابا؟ شاقي لاقي سربي شوف القضيه نتمرون شي شويه من الطاقه شوف واو هادي الزبده بصراحه ليلى تما هو المشكل دابا كنحطها من دابا غير صافي كاين شوفوا هاد الشلاضه اللي اسهل منها ما كاين، كلشي فيها موجود، خصكم غتجيو حط 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 حط, حط. كتشحروا غير شويه ديال الشرمب وشويه ديال هذوك الماسلز حتى همايا باش كتحطوهم فوق منها داندي هيل. المهم انا غنوريكم داكشي كيفاش كيبدا. صافي كيف ما كتشوفوا معنا ساهله ايزي بيزي ليمون سكويزي. ياب انا غنخليها درايف بحال هكا، غادي نزيد عليها واحد الدريسينغ ولكن هذاك الدريسينغ غادي نديرو عليها غنحطو اون ذا سايد. اللي بغا اللي بغا زعما الفليفر داكشي ديرها في المهم ديرها في الطبسيل ديالو بوحدو باش اي حاجه شاطت من هنا نحطوها غير في السوبيره ونعاودو نخبيوها ونقدروا ناكلوها يعني الا غطليو هذاك الشيء باش هكا الا واحد الشيء اللي درت فيها الصوص من دابا غادي تولي ساقي وفهمتوا باقي الناس ما جاوش داك الشيء. سو من الاحسن نخليوها دراي عاد نزيدو عليها دريسينغ من بعد ملي يجيو الناس كل واحد كيديروا على حسب الذوق ديالو، ولكن كيف ما كتشوفوا معايا راه ساهله كتوجد في اقل من 10 دقائق. اوكي اللمسات الاخيره اللمسات الاخيره ما بقى لنا والو دابا صافي الناس يجيو ويدي اوكي دابا نمشيو نوريكم الطبله دابا جات واعره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شنو بقى لنا؟ هذوك اللي خليناهم اخر حاجه غنديروها صافي الحمد لله صافي صافي دوك ديما سبعه دابا بقات نص ساعه الفطور باقي حتى شي واحد ما جا. المهم دابا
وبقات الوقيته دابا فين نوجدوا ريوسنا دغيا حنايا دغيا دغيا بالزربه. غنحيد عليا هاد القندوره غنلبس شي حاجه واحده اخرى كيوت مراكن اوف كورس. ايوا شنو غادي ندير؟ صافي نحلق على الحاله ندير شويه الماسكارا بلاش ديري نضاري كي دايرين خصو نغسل عدو. المهم سو انا لبست هادي كنفكر انني ندير معاها هاد الشال بحال هكا المهم على هاد السكارف هذا بحال هكا حيكون كيعجبني شحال كيعجبني شي حاجات اللي كيكونوا بحال مثلا القنيدرات بحال هكا معاهم الشيلان ولا معاهم شي زيفات بحال هكا كيو كيو. المهم غنخليه بحال هكا عجبني. دابا بقى لي نقاد الحاله دغيا دغيا دغيا. المهم وحده فينا كتمشي كتوجد راسها والاخرى كتبقى كدير الشغل في الكوزينه على مثال اخرى والاخرى متصافيو كنبدلوا الادوار باش بحال هكا على الاقل نلقاو غير وحده فينا موجوده. No, not that one. Okay, so بحال هكا كنكون وجدت الحمد لله. صافي غادي ندير غير هاد الشويه ديالي بحال هكا. Okay, what do we think? هادي دابا هي غادي نسيت وجدت هنا. جاتكم القنادير. القنادير ديال درب سلطان نغلى على مسكين. دي كاس اختي مالي اختي فاتي حالي شراوها ليا تشك تشك بيزو. خليوني نمشي نقضي الشغل اسيرة غادي تهبل في الكوزينه. صافي المهم انا خصني نمشي الشغل خصني نمشي نقضي الشغل. جيتكم ليلى جاتني داكشي ناضي انا لكم الطبله وصافي بحال هكا كتكون الطبله ديالتنا موجودة وكاملة الحمد لله شكرا لله. هذه هي بسطيلة قولي لي كي جاتكم. ودابا تخيلوا معايا هذاك الديسير ديال الحليب والنشا باقي ما جمدش اش غندير دابا حطوا الديسير حطوا هذا سميتو حطوا هذوك حطوا اتاي حط الخبز اش غادي ندير واش جمد نتسناو نوريكم هذا شنو درت ليه الحمد لله بعدا غسلنا الماعن وسالينا احسن حاجه هي غسيل الماعن رايت اواي حيت فاس كتمشي تبكي مع الناس باش تخلي الماعن زعما ينوضك وكتدخل لديك الكوزينه كتشكي واحد الاكتئاب ولا كتشكي اوهوي بعدا الحمد لله ويا على السويس ديال السمية سمية خبارك ودي ديما كتعرفك في السويس ولكن شوفوا بسطيله
مهرهرة محرحرة غير حياتي. نشوفها كي ولات بكي 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 عليها. نشوفها كي ويلي ويلي غتحطي لي بحركة. راه وقيلة إلا قلبتيها غادي تقال. بسم الله يا ربي إلا تحشمنا المهم غنحطها في هاد هادي الثانية. بسم الله يا ربي الله يا ربي وردت الوالدين يا ربي. بسم الله ما نمش طيح شفت راه ماشي ديال. بسم الله واه يا الهود ويلي شي شي شوفوا كيف ما كاين الايجابيات كيكونوا السلبيات. وي اللي حطيتها بهادي زعما بغينا نذوقوا باش باش يلهيهم يلهيهم الذوق ديال الصينيه فهمتي توري لهم. سمعني ما شافوهاش هنا غنشوفها في يوتيوب. شنو باغا دير لهم دابا؟ تعبت عليها خصني مكتش سي شوفي حتى نهار متزوجه شكون عندي دوز انا غتعيا ندير داك الشيء واللويسات اللي غادي يبيع عليا شد شي شد شي ديك الساعات اللي صقات وداك اللي ما صقاش في واو واو لا لا ما كاينش انا نعرف واش هضري شي ناس بحال بحالهم. الانسان هو اهم حاجه في الصراحه ملي تراني داك الشيء شاقي لاقي حتى انت بغيتي تسمع واحد الضحكه. شوف ما يمكنش ان نصر عليكم كلشي بسطيله فريوات هذا الدجاج وداكشي كامل خص ضروري تكون شي حاجه. المهم نتوما بدات نتوما بدا ما تضحكوش عليا خصكم تكونوا سبورتيف فهمتوا خصكم تقولوا سمية تبارك الله عليك واخا هادي ما جاتش واعره. سير سير خلينا نسمع واحد الضحكه على سيري انت الاولى انا نتبعك. يلا نشوف واحد الضحكه غيطلقوها الناس. شوفوا وعيد مبارك. واليوم كنا مع يوميات مع تويميات هذا كنت عندنا فطار تبارك الله ما شاء الله داكشي كان كيحمق ما شاء الله. سمية الله يعطيك الصحه اسيا كلكم تبارك الله ما شاء الله الله يحفظكم العين. ميرسي بوكو مرحبا جايز مرحبا بكم. يلا تراي يور بيست شير 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 وفي بلا 30 كي يلا بغينا نشوفوها. انا غادي نبر معكم دابا انا اولا 30 كي يا البارح فيوز 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 انا عارفه فيوز. يلا انا دابا كنقول لكم عاليه صاحبه تريميات ديروا شير كومنتس كومنتس تيك توك انستغرام اوف كورس الخدمه الخدمه هذه يلا الخدمه 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 يلا فيوز فيوز يلا مور فيوز وشير شير شير يلا 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 ما تنساوش كوكي تشيز. بغيت نقول لكم انا من هنايا عيد مبارك يلا عيد مبارك